توجد ألف قصة، ومن بين القصة والحدث سنجد ألف شخصية، وما بين كل هذا وذاك سنجد ألف مشاعر تختلط فيما بينها. هناك من يتذكر موقفا أثر فيه تاركا تلك البصمة التي تفرح أو حتى تحزن، لكن أحيانا نتذمر لهذه المشاعر، نلعن، نريد الموت، ونبدأ بطرح التساؤلات: لماذا أنا؟ لماذا يحدث معي؟ لماذا نعيش كل هذا؟ وما بين هذه الأسئلة ننسى أن الحياة تفتح كل هذه الأبواب فقط لتذكرنا بالإنسانية. فأنا أشعر، أبكي، أضحك، أفرح، أحزن، أغضب، إذن أنا إنسان، فعذرني إنسانيتي، فطبيعة البشر أن تتذمر عليك.